اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخي ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان.